رسالة من ميتة ونقف معها عدة وقفات، لعل أن ربنا سبحانه وتعالى يحيي قلوبنا بهذه الرسالة. رسالة بتقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية: أنا حاولت الاشتراك في المنتدى ولكنني فشلت. منتدى الطريق إلى الله اللي كنا عاملين عليه قصة أو موقف عرفت فيه ربي، ونظرا لرغبتي الملحة في عرض موقف عرفت فيه ربي، أقدمت على الكتابة ومراسلتك، ولكن قبل أي شيء تعهد مع الله أن تقرأ رسالتي للنهاية وآسف للإطالة. بداية: كنت صديقة لثلاثة بنات منذ الصغر، يجمعنا الحب وتجمعنا مدرسة واحدة، وربما كانت أنفاسنا تتنهد معا، وكنا نحن الأربعة متفوقات دراسيا طوال مرحلتي الابتدائية والإعدادية. في مرحلة الثانوية تفرقنا ولم يبقى لي سوى صديقة كنت أشعر معها دائما بالصدق، كنت أثق بها تماما رغم اختلاف فكري عنها بكثير، ورغم تعدد صديقاتي من البنين والبنات، بنت زي أي بنت، إلا أنني كنت لا أرتاح إلا معها، ورغم أنها كانت تضايق تصرفاتي وعنادي إلا أنها كانت تتحملني ولم تنهي صداقتها معي مطلقا. كانت المفاجأة: ارتدت صديقتي هذه الخمار في الوقت الذي كان التبرج والخروج مع الشباب هم حياتي، الأغاني، الفنانين، الفنانات، هي دي حياتي، وكانت هي تسقط من ذلك كله، وكنت دائما أغني أمامها وأتمايل عندما ارتدت النقاب، ولم تقل لي سوى: ربنا يهديك. كنت دائما أسخر منها ولم أكن أقول لها أبدا سوى: يا عفريتة هانم، وأضحك عليها البنات والمدرسين، وأطلقنا عليها عم الشيخ لأنها كانت لا تتكلم إلا عن الدين دائما. وذات يوم، كان هذا اليوم هو درس الشيخ محمد حسان في المنصورة، قالت لي: اليوم درس الشيخ محمد، تعالي معايا. سخرت منها ومن الشيخ، فقالت: تعالي معايا مرة وشوفي المنتقبات، لعل أن ربنا سبحانه وتعالى يغير من حالك وتكوني قدوة لكل هؤلاء المنتقبات بعد ذلك. قالت فبتقول قلت لها بكل تكبر وغرور: لو النبي محمد نزل من السماء وقال لي البس النقاب مش هلبسه أبدا. عندما قلت لها ذلك فرت من أمامي وقالت: سأنجو بنفسي. ضحكت منها وسخرت من كلامها، ومرت المرحلة الثانوية وتزوجت مباشرة، وكان فرحي من أجمل الأفراح ومن أجمل الليالي. صرف عليه الآلاف، حضر فيه مطربين ومطربات وراقصات، وكنت أرتدي فستان زفاف عاري. قبل الزفاف اتصلت بها كي أغيظها بفرحي وأقول لها: لو ظللت على لباس العفريتة اللي أنت لابساه لن تتزوجي أبدا، وها أنا أتزوج قبلها. وكذلك كنت أدعوها لفرحي كي ترى جمال ليلة زفافي، ولكنها ردت علي وقالت: مبارك عليك، ولكنني لا أحضر مثل هذه الأفراح التي تغضب الله، فإني أخاف الله، ولكن بإذن الله تبارك وتعالى سآتي لك بعد الفرح لأبارك لك ومعي هدية الزفاف. كاد رأسي أن ينفجر وقتها، خاصة لأنها قالت أنها ذاهبة لعقد زواج آخر. المهم، بعد انتهاء الزفاف ومرور 3 أيام فقط من الزواج، بعد 3 أيام بس من الزواج، خرج زوجي من المنزل ليوصل أهله الذين أتوا إلينا لزيارتنا، ودخلت المطبخ أعد بعض الطعام، وبيننا أنا أقوم بقلي بعض البطاطس كنت بشغل الأغاني بصوت عالي جدا، الزيت حطيته على النار، اتقدح الزيت وخرجت علشان أعلي الكاسيت، وقتها سقطت المعلقة على الأرض، ولما جيت علشان أخد المعلقة من الأرض وقع الزيت عليا فحرق وجهي وظهري، وظلت أصرخ وأصرخ ولكن لم ينجدني أحد. ذهبت إلى المستشفى وبت فيها ليالي
وأيام بدلا من أبات في أن أحض... بدلا من أن أبات في أحضان زوجي، وجرت لي عملية تجميل الواحدة تلو الأخرى بلا فائدة، وأصبحت مشوهة الجسم والوجه، وزوجي الذي كان يصيبه يعني ذهول من رؤيتي أصبح الآن مشمئز مني. ومرت الشهور وصرفت مئات الآلاف من الجنيهات حتى يعود وجهي كما كان أو حتى يكون إلى درجة القبول، ولكن لم يعد، والوضع كما هو، التشوهات في وجهي وظهري، وللأسف لم يعد لي أحد سوى صديقتي هذه. حتى زوجي تخلى عني وتزوج بأخرى جميلة، وصديقتي التي كنت أسخر منها لزمتني طوال 4 سنوات من المرض، لم تكل ولم تتعب من عناء السفر بعد ذهابي لأهلي في المطرية، يعني تقريبا كانت 4 سنوات، والمسافة تقريبا من المنصورة للمطرية، هي كانت من طلخة للمطرية قرابة تقريبا الساعتين، فهي تأتيني من طلخة إلى من المنصورة وكلها بشاشة، تراني محروقة ومرتدية النقاب دائما ليستر حروقي، وهي لم تتحدث معي قط عن الحادثة، ولكن كانت دائما تذكرني بربي تبارك وتعالى. ها أنا الآن ماكثة في بيتي ليلا ونهارا، عاهدت نفسي بعدم الخروج إلا إلى القبر، وكنت يائسة من الحياة. نبهتني صديقتي بأن الحياة لا تسير على وتيرة واحدة، أتت لي معها بالكتيبات والشرائط كي نسمعها سويا وتقربني إلى ربي. خرجت معها لأول مرة الأسبوع الماضي وأنا مرتدي النقاب، وأصرت أن أقول لها ما أشعر به، فقلت لها إنني ملكة متوجة بعد لبس النقاب، إنني ملكة متوجة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ما أسرفت فيه من ذنب. وكنت أسمع في هذا اليوم الشيخ محمد حسان، والأول مرة في حياتي شعرت وقتها بأني مولودة من جديد، هي دي حياة الطاعة، شعرت وقتها أنني مولودة من جديد، وانشرح قلبي وأنا في مسجد التوحيد بالمنصورة، وكنت دائما أسأل نفسي ما هذه الحياة الجميلة وأين كنت أنا عنها. علمتني صاحبتي كثرة الدعاء بأسماء الله وصفاته العلى، علمتني قيام الليل وألا أشكو إلا إلى الله، وأبقى معه طيلة الليل بالذكر والقيام، فهو يقبل قليل ويجازي عليه بالكثير. نعم والله عرفت ربي، هو الرحيم بعباده، هو الغفار، هو الشكور. هو الغفار، هو الشكور، هو الأقرب إلي من حبل الوريد. عرفت ربي حقا، وأشهد أنني كنت من الغافلين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتوب عليّ.